متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بألف ألف خير. كنتمنى كذلك يا ربي يرفع لنا هذا الوباء هذا وهذا البلاء هذا، وإن شاء الله تكون غير أزمة وتفوت. كيف ما احنا ديما في شوف تيفي كنحاولوا أننا كل نهار ندير لكم جولات، كل نهار كنشوفوا الأجواء كي دايره في الدار البيضاء، خصوصا بعد قرار إغلاق بعد المرافق اللي كانت فيها بؤر ديال فيروس كورونا. بالنسبة حاليا يعني ما عرفناش واش غيرجع الحجر الصحي كليا كيف الاول ولا غيبقى تدريجيا، يعني مازال ما عرفناش. يعني حاليا اللي كاين هو انه كان اقفال المقاهي حتى الساعة الثامنة، كذلك الحمامات، يعني بزاف ديال المرافق. سؤالي لكم، واش نتوما مستعدين انكم تروحوا الحجر الصحي؟ خصوصا كاينين بزاف ديال يعني ديال العائلات اللي تضروا من هذا عديلة. هذه مدينة الدار البيضاء.
عادي لا اكيد اليوم الحد كتكون شويه الدنيا خاويه، يكونوا الناس ما خدامينش فاكيد كتكون الدنيا خاويه. السؤال المطروح دابا هو واش غيرجع الحجر الصحي؟ عادي لا قالت لك ماشي حل يغلقوا على الناس، وخصوصا الطبقه الهشه راه ما عندهم ما ياكلوا. انا متفقه معاك وهذا يعني في نفس الراي ديالك، كاينين بصح الناس اللي ما عندهمش راه ما عندهمش فريمون ما عندهمش، ولكن فرضا انا نعطيك فرضيه، فرضا شي واحد من العائله تصاب، الاب مثلا تصاب، الفيروس غيمشي لولادو وغيمشي لمراتو، غيفرض غيولي خاسر عائله كامله. بدل ما غيموت بالجوع غيولي قاتل عائلته كامله، الله يستر الله يحفظ. وانا راه مع رايك وراه كنقولها وكنعاود نقولها، راه كاينين الناس اللي ملاقيين ما ياكلوا، راه كاين الناس اللي عندهم قوت اليومي اللي كيجيبو كيدخل 100 درهم بنهار بنهارو يعني، وعنده تلقى عنده 4 الوليدات 5 الوليدات، الا جلس اشنو غيدير؟ كيفاش غيصرف على هاد الوليدات؟ راه صعيبه صعيبه بزاف. فكنتمناو يا ربي غير يرفع لنا هذا الوباء، هذا هو الطلب اللي نطلبوه لله سبحانه وتعالى. كنشكركم على تبعكم لهذا البث المباشر اللي كان مباشره من الدار البيضاء، الى اللقاء ان شاء الله، نلتقي معكم في بث مباشر اخر من قناتكم شوف تيفي.